السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة. كنت طالع الستيم ستور فارم سيميليتر بتنزل تاريخ 20. زين شوفوا خلي اشغل لكم فيديو، خلنا نقطع الصوت هذا. انزين شوفوا فيها اللعبة، يستوي اسوي زوم ان هيها. زين شوفوا اللعبة الحلو فيها، شوفوا هنا الجرافكس، شوفوا شكلها. المقدمة وايد حلوة، وايد غير عن، خلنا اخف زيرو. زين وايد غير عن الاول، شكلها حلوة الصراحة. بس هاي صدق يبالها غير عادي وسكان وستاب. شوفوا هنيا برويكم شيء لاحظته يا ابني. هاي شوفوا هاي اللي تشل المحصول هنا، شوفوا كيف شكلها. بتينا الحين عندكم هذه مثلا، شوفوا كيف معدلين الجرافكس، محطين وصلات زيادة. شوفوا الهوز اللي هني يوصل لهناك، مهتمين في تفاصيل حلوة أحسهم. طالع التفاصيل عندهم حلوة، حتى الشحن من داخل إذا لاحظتوا فيها نفس شاشات والدنيا جميلة يعني شكلها. شوفوا اللترش محلاها، شوفوا الزرع كيف شكله، يرونكم الفرق بعدين بكل زرع. شوفوا هاي هني اللترش هاي، شوفوا لما المحصول، شوفوا محلاها هاي هاي. شوفوها شوفوها كيف تشل الزرع، ترجع ريوس لين تشلها. هاي صعب سواقة تظني بيكم لانها وصلتين الشاحنة، بس احس بيكون حلو. يعني عندكم هاي، شوفوا شكل الخضار هنا، معدلين كل شيء في اللعبة يعني. بس احس نفس المبدأ، يمكن خريطة جديدة وسووا فيها شيء جديد اللي هو حدود ملكية، يعني تقدر تحط حيوانات في ملكيتك، بعد تكبر الملكية، الأرض كامل تكبر، مش بس يعني مثلا حقل ولا هات تشتري زراعة، لا ملكيتك كامل ترمي، تحط خيول أظني شفتي يحطون وبعض أمور. شوفوا محلها الجرافكس، شوفوا هنا مهتمين يعني. شوفوا الحدايد من برا داخل الحشيش هذا رودس، شيء فنان شكله بيكون. شوفوا هذا جديد، هذا القطن، حاطين قطن في اللعبة، شكلها حلو الصراحة. يوم يشلون تستوي الأرض رمادية وينشلون الأبيض كله يروح، شيء فنان. شوفوا الخيول ها، حاطين بقر هاي، شوفوا محلاها 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 وايد حلوة. عندكم شوفوا هاي مكاين، شوف كيف أشكالها، شوف كيف تفاصيلها، بيبات وصلات، حتى تشوفوا هني في دست مال اللي هو الغبرة هاي، الرمل اللي يطيح مال محصول القمح. شوفوا في يعني اللعبة مهتمين فيها وايد كتفاصيل، يباله جرافيك كارز صعب. شوفوا شوف شكله كيف هو ياخذ المحصول، شوفوا الهوز، شوفوا الستيكرز اللي على السيارة، تفاصيل حلوة. شوفوا انا بهالتصويت، تبون نلعب ولا ما تبون نلعب، نعم ولا لا، فوق في الفيديو شوفوا التصويت وخبروني انتم. حياكم الله.